اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل صل على النبي صلي. كم يا باشا؟ كم النتايه دي؟ النتايه الكبيره؟ اه عامله كام ان شاء الله؟ الكبيره دي ب 83 والصغيره والذكر الصغير ده؟ والصغيره النتايه دي ب 54 54. اللهم صل وسلم عليك يا نبي. والذكر دي ب 47 47 الذكر ده. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. ب 13000 جنيه. اللهم صل عليك يا نبي. عمر 5 اشهر 6 اشهر. اللهم صل عليك يا نبي. ودي بحضرات يا جماعه زي ما حضرتك مكتشف الناس شاريه ارض الواقع. اللهم صل عليك يا نبي. السوق بند. اللهم صل عليك يا نبي. بكام ان شاء الله حاج دوم؟ عاملين كام بامر الله؟ البتوق يعملوا كام يعني؟ يا معلم شارب كام بامر الله؟ ها؟ الله يسهل لك يا عم، انا بصور بس، عاوزين نعرف السعر. عاملين كام يا معلم؟ 11 يا جماعه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دي 11. اللهم صل على سيدنا محمد. ذكور يا عم ذكور. اللهم صل عليك يا نبي. المال الطيب. الناس شاريه ب 11000 جنيه. الصغيرين الصغيرين، ما انا عارف الصغيرين دول. دول ب 13000. كبار هناك دول. مش يصور كده. اللهم صل عليك يا نبي. 13000 جنيه الكبار الاربعه دول. الواحد ب 13000 جنيه. يصور كده. اللهم صل عليك يا نبي. المال الطيب. المال الطيب. شغال على قناه ايه؟ صلى اللهم صل عليك يا نبي. المال الطيب يا جماعه، المال الطيب. خش وشوف على قناه اصل الريف. اصل الريف ب 30000 جنيه. اللهم صل عليك يا نبي. ليه ما تشوف العجل؟ اللهم صل عليك يا نبي ب 30000 جنيه. المال الطيب. شد يا ابني. المال الطيب، المال الطيب. ناس شاريه ب 30000 جنيه. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. خش وشوف على قناه اصل الريف. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي. الذكر ده عامل كام يا كبير؟ الذكر ده عامل كام ان شاء الله؟ والشام علي مصلى على النبي. كم؟ عامل كام يا معلم؟ عامل كام ساعة لايف كده؟ كده 15 ونص. 15 ونص. صل على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. ذكر احمر براون. براون اه من احلى نوع في الدنيا. اللهم صل عليك يا نبي. المال الطيب. اللهم صل عليك. من احلى مال. المال الطيب اللي مالوش مال. اللهم صل عليك يا نبي. المال الطيب. المال الطيب. صل عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي. عاملين كام يا حاج دوم بامر الله؟ الذكر عامل كام بامر الله؟ سعره عامل كام؟ الذكر عامل من 11 ونص. الواحد عامل 11 ونص. اللهم صل عليك يا نبي. راجل شارب 11 ونص. عمار كام يا حاج؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي. عامل شارب كام يا حاج ده؟ ذكر ده 65. كم؟ 65 100. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المال الطيب 65 100. حلو شبه مربطها. اللهم صل عليك يا نبي. عمرك يا ازبرايل والله يا رزقك يا جدع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المال الطيب. عامله كام الجاموس دي يا حاج؟ عامله كام يا كبير؟ اللهم صل عليك يا نبي. 25000 جنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المال الطيب. المال الطيب 25000 جنيه. ست سنات. ست سنات يا معلم. عامله كام ان شاء الله؟ عامله كام؟ ب 40000 جنيه. اللهم صل عليك يا نبي. 40000 جنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المال الطيب. المال الطيب 40000 جنيه. راجل طالب في 40000 جنيه ولا وراها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. المال الطيب. اللهم صل وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليكم يا معلم. الذكر ده عامل كام ان شاء الله بامر الله كده؟ 17000. ب 17000 جنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المال الطيب. المال الطيب في سوق بنها يا جماعه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المال الطيب. المال الطيب في سوق بنها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل عليك يا نبي. عقول على الفراز. اللهم صل وسلم عليك يا نبي. اللهم صل وسلم عليك يا نبي. جميع انواع العقول الفقر موجوده هنا يا جماعه في سوق بنها. خش وشوف وشارك على قناه اصل الريف وتعرف على الاسعار. اللهم صل وسلم عليك يا نبي. اللهم صل وسلم عليك يا نبي. صلي صلي على النبي. صلي. اللهم صل عليك يا نبي. المال الطيب. اللهم صل عليك يا نبي. يا معلم الذكر ده عامل كام ان شاء الله؟ عامل كام يا كبير؟
17500 وصلى على معك كم؟ 17500 17500 اللهم صل عليك يا نبي. نوع يا باشا؟ عجل يا باشا. ايه؟ عجل بلدي بالصلاة. عجل بلدي. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي المال الطيب. المال الطيب داير وش هنا يابا. دي عامل كام يا كبير؟ صباح الفل. صباح العسل. عجل كسر 4 كيلو اهو ب 20000. ب 20000 جنيه. اللهم صل عليك يا نبي المال الطيب. المال الطيب، المال الطيب. تنزل على القناة يا ولد. اللهم صل عليك يا نبي المال الطيب. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. شارب كام يا كبير كده بعمر؟ اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. شارب كام؟ ليه البقره واللي وراها؟ البقره واللي وراها ب 25.5. 25.5. اللهم صل عليك يا نبي. راجل شارب 25.5. 10 كيلو لبن. 10 كيلو لبن. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. ايوه صلي صلي على النبي. 10 بقرة خالد عامله كام بامر الله؟ 20000 جنيه. 20000 جنيه في سوق بنها. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. على قناة أصل الريف خش وشوف كل يوم جديد. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. عامل كام ده يا معلم؟ 43 وكم؟ 20 جنيه. اللهم صل عليك يا نبي. راجل شريف 23. الله يخليك. عامله كام يا كبير؟ خدها بس كمان صوره. خدتها يا معلم. شوفوا شباب كده. 43 و20 جنيه. الله يسهل لك. و20 جنيه؟ الله يصلح لك الحال. صل على النبي، صل اللهم صل عليك يا نبي. كل شيء هنا متاح، صغير وكبير موجود في سوق بنها. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مال الطيب. مال الطيب. عامله كام دي يا معلم؟ الذكر ده عامل كام؟ ده ورم والله. كام عامل لوحده كام ده؟ مش مع ورم. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. عامل كام يا باشا الذكر ده بامر الله؟ معلم كتير قوي. معلم عامل كام يا معلم؟ ده 18.5. 18.5. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. فريز واللي جنبه ده يا باشا خالد ده 17000. 17000 جنيه. اللهم صل عليك يا نبي. جوز دكوره 100. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. خش وشوف الاسعار على قناه اصل الريف. اللهم صل عليك يا نبي، صل على النبي صلي. يا معلم بره خالد ده عامله كام بامر الله كده؟ 2000 يا عمر. عامله كام دي يا معلم؟ عشان عرضها لك. عامله كام يا كبير؟ 14.5. 14.5. اللهم صل عليك يا نبي في سوق بنها. 14.5 في سوق بنها. اللهم صل عليك يا نبي المال الطيب. عامله 3.5. 3.5 في سوق بنها يا جماعه. اللهم صل عليك يا نبي. ذكر 3.5 عامل 3.5. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. مال الطيب. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على 29.300. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. المال الطيب في سوق بنها. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. السلام عليكم يا معلم، عامل ايه؟ السوق عامل النهارده بامر الله كده؟ نعم. انا لسه طالع من النوم برهيم اللي في السوق الصبح. عامله كام الجاموسه دي بامر الله؟ كام؟ 33000 جنيه ولا وراها. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي، صل على النبي المال الطيب. المال الطيب. اللهم صل عليك يا نبي المال الطيب. المال الطيب في سوق بنها يا جماعه. المال الطيب في سوق بنها. اللهم صل عليك يا نبي. السوق زحمه يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين. اللهم صل على النبي، اللهم صل عليك يا نبي. كم معلم الاسعار عامله النهارده بامر الله كده؟ الاسعار ولعه. عامله كام الجاموسه دي بامر الله؟ ديت عامله 39000. 39000. نوع ايه؟ نوع بلدي. نوف. بلدي نوفي. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. هي واللي ورا ده كبير؟ ده ابني. اللهم صل عليك يا نبي، ربنا يطرح لك في البركه يا حاج. المال الطيب، المال الطيب. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل على النبي. زي ما حضراتكم كده شايفين. اللهم صل على النبي في سوق بنها. اللهم صل على النبي، اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. الاسعار عامله النهارده في سوق بنها ارخص ولا اغلى من السوق اللي فات؟ عامله كام يا باشا الجاموسه دي بامر الله كده؟ اللهم صل على النبي. عامله كام يا كبير؟ 35000. 35000 جنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا جماعه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المال الطيب، المال الطيب، المال الطيب. صل على النبي صلي. 35000 جنيه. المال الطيب. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. المال الطيب.
ركيابة كل فرنسيا فرنسيا ركيابة. كم يا معلم كرب أمر الله سيد مسجد عملك إن شاء الله عايزين 35,000. صلى على النبي صلى على النبي كل فرنسيا فرنسيا يا عم الحاج فرنسيا بتصور يا عم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الملك الطيب. اللهم صل على النبي الملك الطيب الملك الطيب ودي المدرسه ويعلم وروح كليات. اللهم صل على النبي. اللهم صل عليك يا نبي اهو. اللهم صل علينا يا نبي. واللي عنده منده في السوق كله كله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي الملك الطيب. عامله كام دي يا معلم بامر الله؟ عامله كام؟ قول انت بقى. انا اقول لي ايه عامله كام؟ قول انت. 35,000. 35,000 جنيه دي وراها. اه دي ابنها ذكر. ابنها ذكر. اللهم صل عليك. اللهم صل. ابنها ذكر يا جماعه زي ما حضراتكم ولا شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الملك الطيب في سوبنا يا جماعه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الملك الطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الملك الطيب. الملك الطيب عامله كام يا كبير كده جوز دم؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الملك الطيب. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الحمد لله زي ما حضراتكم كده شايفين السوق في حاله زحمه جدا وفي اقبال جامد. كم يا معلم بامر الله كده بامر الله؟ كم 60 دم؟ 62,000 جنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الملك الطيب. 62,000 جنيه في سوق بنا يا جماعه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي يا رب. اللهم صل. عامله كام يا معلم دي النهارده بامر الله؟ ايه؟ عامله كام يا معلم؟ بصورك هشهرك يا عم. عامله كام؟ سعر عامل كام؟ عم سعر عامل كام ان شاء الله؟ 23,000 جنيه. وراها حاجة؟ ورا دي؟ هي واللي وراها؟ سمرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الملك الطيب. الملك الطيب في سوق بنا يا جماعة. اللهم صل على النبي. الملك الحلال الملك الطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الملك الطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عاملة كام دي يا معلم؟ عاملة دي؟ اه بأمر الله. 27,000. 27,000. 29 يابا دي ب 30,500. زي ما تسمى يا حبيبي عرض عرضين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الملك الطيب. تعالى يابا هنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حلبه يا جماعه. بيفتح البزاز. بيفتح البزاز. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الملك الطيب. صبر برضه صبر. اهو. ايه العرض عرضين ولا ما محلين؟ السبع ولا؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الملك الطيب يا معلم. 25. زرابي عامله كام دي يا حاج؟ 25. 25. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زراب بتاعت المعلم حاج. تعالى ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عاملين كام يا حاج النهارده ان شاء الله في سوبنا ان شاء الله؟ اسعار رخيصه ولا اغلى من السوبنا؟ اسعار حلوه يا عم وخير كتير والحمد لله. كام ان شاء الله كده بامر الله الجاموسري؟ عامله كام؟ عامله كام ان شاء الله؟ شوفها 29.5. 29.5؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللي جنبها دي يا حاج؟ اللي جنبها دي مش تبعنا. بتجيبش البضاعه الفاخره. اللهم صل وسلم. ما بتجيبش احنا الا البضاعه الفاخره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عامله كام؟ اصل الريف. العرض عرضين ولا تبعنا تبع اصل الريف. عامله كام يا حاج؟ هنا؟ اه. 30,500. وراها بنتها انت اسمها 8,000 ولا وراها بنتها؟ العرض عرضين 8,000. ماشي يا معلم 8,000 جنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الملك الطيب. تسوى كام؟ زي ما حضرتك تقول. عامله كام ان شاء الله؟ 41. 41,100. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 41,100 كمان يا جماعه. اثنين اهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الملك الطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حضرتكم زي ما حضرتكم كده شايفين السوق زحمه ازاي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الملك الطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم يا معلم. عامل ايه النهارده السوق ان شاء الله؟ غالي ولا ارخص من السوق اللي فات؟ ارخص من السوق اللي فات. الجاموسه دي عامله ان شاء الله بامرك عامله كام؟ عامله 32.5. 32.5 في سوق بنها. هي واللي وراها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ذكر ولا انت دي اللي وراها؟ نتاي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الملك الطيب. الملك الطيب يا جماعه في سوبنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الملك الطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كام يا معلم؟ 14,000 جنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم يا معلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المال الطيب يا جماعه في سوق بنها. جمال واسعار الجمال. اللهم صل وسلم. السعر بيبدا بكام يا معلم؟ السعر بيبدا بكام؟ من 5 لحد 10. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السعر بيبدا هنا في سوق بنها للجمال من 5 لحد 10,000 جنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي ما حضراتكم كده شايفين السوق عامل ازاي. السعر بيبدا من هنا من 5,000 جنيه لحد 10,000 جنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السوق يا جماعه زحمه جدا زي ما حضراتكم كده شايفين. السوق زحمه جدا. المال الطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المال الطيب.